كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس جبرا للخواطر. روي أن النبي دخل عليه أعرابي ذات مرة وقدم للنبي هدية، وكانت قدح به عنب، إناء به عنب، وقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي العنب من الرجل وأخذ يأكل منه عنبة وينظر إلى الرجل ويبتسم، والرجل يكاد قلبه أن ينخلع فرحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل منه الهدية، ومع ذلك ينظر إليه ويبتسم إليه صلى الله عليه وسلم. ولم يشرك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام في هديته كما كان يفعل. فلما انتهى النبي أخذ الرجل القدح وانصرف، وعليه علامات الفرح والسرور ترفرف عليه، فقال الصحابة الكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما لك لم تشركنا معك في هديتك كعادتك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهدي هدية فيها طعام كان يقول للصحابة: تعالوا نأكل سويا. هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم. أما في هذه المرة لم يشرك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام معه في هذه الهدية. لماذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما تذوقت العنب وجدته مرا فكرهت أن يأكل منه أحدكم فيشعر الرجل بمرارة العنب فيضيع على الرجل فرحته. يا الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم جابرا للخواطر. من مشى بين الناس جابرا للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر. من الناس جابرا للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر.